إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صورة كاملة باسم رجل، رجل صالح قال كلاما طيبا لابنه، وذكر الله عز وجل ما قاله لابنه في كتابه المبارك. إذن هو كلام يحمل محملا عظيما ويحمل محمل المسؤولية، وصية ما بعدها وصية. درجنا في الوصية للأبناء أن نركز على أمور الدنيا وقليل قليل من أمور الآخرة، لكن لقمان قلب تلك المفاهيم. بدأ بأمور الآخرة، بدأ بأمر المعتقد، بدأ بأمر البر للوالدين، بدأ بأركان الإسلام، بدأ بالآداب العامة. هذا إذا لقن للأبناء انتفعوا به نفعا عظيما واستفادوا منه استفادة كبيرة. فإن الأمر العظيم كيف ينقذون من النار وكيف يبتعدون من غضب الله، هذا هو الأهم. قبل أن يكون موظفا وقبل أن يكون كذا وكذا، عليه أي على الأب أن يغرس في قلوب أبنائه كيف يتقون الله عز وجل. هذا الأمر بدأ به كما قال الله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فقال العلماء في ذلك: أكبر جريمة ارتكبت على ظهر الأرض جريمة الشرك، ذلك الشرك الذي سود معالم تلك الأرض ثم جعل من أهل النار قطيعا كبيرا حذر الله عز وجل منه. والشرك كما سأل ابن مسعود مرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وعندما كان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه رديفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا هو التوحيد الذي ينبغي أن يصب في العقول وفي القلوب. فإذا بني هذا في القلوب والعقول والأنفس، كان الابن طاهرا صلدا قويا لا تهزه رياح الشرك أيا كانت. إذن تعليم التوحيد وغرس العقيدة في نفوس الأبناء أمر عظيم وأمر مهم. ولذلك قال: يا بني لا تشرك بالله. لماذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. ولو تأملنا في قوله عز وجل: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
هذا الذي أشرك ولو بكلمة أو بفعل أو بعمل، كأنما خر من السماء، خر بلا اتزان من السماء، أي بعد هذا لا ندريه، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. أي جريمة سوى الشرك تغفر، أما الشرك لا غفران فيه ولا مجاملة فيه. إذن هذا الأمر أمر عظيم لا نتجاهله، لا نتغافله. غرس العقيدة في نفوس الأبناء، في نفوس النساء، في نفوس الرجال أمر عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الوصية الثانية لهذا الابن المبارك والأب المبارك والأسر المباركة، يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وصية من الله عز وجل، قالوا قد قالها لقمان ثم ذكرها المولى عز وجل عنه، وكثير من الآيات كقوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن هنالك وصية لابد تؤخذ بالاعتبار. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، وفصاله في عامين. نعم، تلك الأم تعبت ما تعبت، وقاست ما قاست، وتألمت ما تألمت، كذلك الأب كما قال العلماء حملته في بطنها، أما الأب حمله في ظهره، بمعنى طوال حياته يهتم بأبنائه. إذن هنالك جهد عظيم مشترك بين الأم وبين الأب. هذا الابن الناتج بينهما ماذا عليه؟ ووصينا الإنسان بوالديه، وصية من الله عز وجل، لا نتغافل لا نتناسى تلك الوصية، نسأل عنها جميعا يوم القيامة. وقد أفرد العلماء فيها أبوابا كثيرة وتفصيلا دقيقا في ذلك، من الآداب ومن الواجبات ومن المستحبات في ذلك. هذا الأب، تلك الأم، وهذا الابن عليه أن ينظر إليهما أنه قد وصاه الله عز وجل عليهما. لم يوصى الآباء على الأبناء إلا في أمر المواريث، كما قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما في الأمر العام يوصى الصغار على الكبار، يحترمون، يتأدبون، يتعلمون، ويدعون لهم في حياتهم حتى بعد وفاتهم. هذا الأمر ينبغي يتعلمه الابن، تتعلمه البنت. هذا الأب وتلك الأم قد بذلا جهدا عظيما في فترة كان هو في قمة الضعف فيها وفي قمة الجهل فيها، لكنهما اجتهدا في ذلك، في تربيته، في إرضاعه، في حياته، في تربيته، في نشأته، في تعليمه، ثم نشأ رجلا كاملا لا ينسى الفضل لمن كان له الفضل عليه، لا ينسى ذلك. نعم، تفتلت العضلات وقوي البدن، لكننا لم نكن ذلك ولم نخرج هكذا، إنما تسبب في ذلك بعد فضل الله عز وجل علينا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إخواني الكرام، أحيانا قد نقصر، وياما قصرنا في كثير من الأفعال والأقوال تجاه الوالدين بجهل منا،
أما الجهل هذا ليس بعذر عند الله عز وجل. كيف نصحح الخطأ؟ هنالك من أردى أنواع العصيان والعقوق من كان خصما لوالديه، من كان عاقا لوالديه، هذا من أردى أنواع العقوق ومن أكبر الذنوب كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المسلم مع والديه أن يكون طيعا هينا لينا في كلامه في إحسانه. بل عندما اشتكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أبي أراد أن يأخذ مالي. قال: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، من أنت حتى تشتكي؟ من أنت حتى تتظلم؟ نسيت تلك السنوات؟ نسيت ذلك العهد القديم؟ نسيت فترة الطفولة؟ تذكر كل ذلك. لا يعقل الأب ذلك إلا عندما ينجب طفلا، يرى كم يقاسي وكم يعاني. ما يعانيه الآن قد عاناه قبله من عانى في زمان صعب، في زمن صعب، وربما يكون فقيرا وكان ذلك عليه دينا. إذن هذا الإبن عليه أن يكون مطيعا لوالديه، محسنا لهما حتى بعد وفاتهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به، ثم قال: أو ولد صالح يدعو له. صالح يدعو. لا يتوقف البر فقط في أمر الدعاء، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. حتى المعارف والأصدقاء إذا أبر بهم فقد أبر بوالديه. ثم لا يأتي في لسانه ذكر عنهما إلا وأثنى عليهما خيرا. إياك وإياك أخي المسلم أن تذكر منقصة واحدة لأبيك أو لأمك مهما كان، مهما فعلوا بك، اتق الله في ذلك، واعلم أنك محاسب على ذلك يوم القيامة. إياك كما قال تعالى: ولا تقل لهما أف. وقالوا حرف الفاء من أخف الحروف مطلقا في اللغة العربية أو في حروفها، حتى كلمة أف لا تصدر، لا تأفف، لا بالنظر ولا بالفعل ولا بالكلام. إذا نتقي الله في والدينا. إن كانوا أحياء اغتنم تلك الفرصة في الإحسان إليهما وفي التقرب والتودد إليهما، وأحظى أن تنال الرضا منهما في حياتهما. وإذا كانا في عداد الأموات عليهم رحمة الله عليك ألا تنساهم مطلقا، بل قال العلماء: لا تنسى الوالدين وآباء الوالدين. هؤلاء من هؤلاء. إذن هذا المسلم عليه دين عظيم وتركة عظيمة في ظهره، لا ننسى ذلك ونتقي الله عز وجل في والدينا وفي أمة الإسلام وفي أبنائنا وفي أزواجنا. نسأله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوب علينا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر للمسلمين أحياء وأمواتا في مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.